الظلم والتطرف العنصري بحق أبناء شعبنا. تظاهر العشرات من أهالي قرية صندلة داخل الخط الأخضر أمام المحكمة المركزية في مدينة الناصرة بالتزامن مع محاكمة المستوطن الذي أقدم على قتل الشهيد ديار العمري بدم بارد قبل 3 أسابيع. كانت عنده أحلام طموحات كبيرة ديار، كلها راحت. مين بده كل اليوم يما ارضى علي؟ مين بده يبوسني من جبيني؟ مين بده يصحى من النوم كل صباح الخير يما؟ مين؟ مين؟ لأنه القاتل قتلوا خطفوا مني، بطل في ديار. أنا بقولكم ديار لو كان حدا محله أي واحد عربي كان يعني بنقتل، إن كان من طمرة، إن كان من صندلة، إن كان من أي محل بلد عربية، محل ديار كان ينقتل لأنه عربي. الله ياخذ حقنا منه يا رب. يا الله يا رب، إيدي مغلوبة تفتصر. أعدم الشهيد العمري ابن 20 عاما على يد مستوطن في مدخل قريته صندلة بجريمة نكراء موثقة عكست التطرف المتوغل في الشارع الإسرائيلي بحق كل ما هو عربي، لتأتي محكمة المستوطن القاتل في غياب رادع حقيقي لمثل هذه الجرائم بحق الفلسطينيين. إنه الواحد يشوف قاتل ابنه بعينيه، كيف الحقد بعينيه، كيف الإرهاب بعينيه، كيف الغضب، يعني إنه هذا القاتل كان ناوي يقتل أي واحد، المهم يكون عربي، يكون من النار، من يعني ما كانش عنده فرقية، يكون من صندلة ولا من الناصرة ولا من الزرازير ولا من شفعمر، بيش بده يقتل واحد عربي خلص. لأول مرة كان هناك توجيه للقاتل، لماذا قتلت ابننا، لماذا قتلت ديار، يعني تم تكرار السؤال أكثر من مرة بدون جواب طبعا من قبل القاتل، إلا أن الدفاع عن القاتل يقول أن إطلاق الرصاص كان دفاع عن النفس، هذا هي روايتهم، ولكن نحن نعرف أنها رواية باطلة لأن القاتل كان بأكثر من رصاصة وكان متعمد بقتله وليس دفاعا عن النفس لأنه لم يشكل خطر على القاتل. بدم بارد اغتيل العمري دون أي ذنب، لتضاف جريمته لسلسلة جرائم بشعة يعدم فيها المستوطنون المواطنين العرب في ظل دعم حكومة يمينية تدعو لحمل السلاح وتسهل الضغط على الزناد عندما تكون الضحية عربية. صرخة مدوية يطلقها الأهالي داخل الخط الأخضر في وجه منظومة إرهابية تدعم القاتل عندما تكون الضحية عربية. أمير عباس، تلفزيون فلسطين، من أمام المحكمة المركزية في مدينة الناصرة.